بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا يا ولاد مراجعة ليلة الامتحان التانية في رياضيات الصف الخامس. الحلقة الأولى كانت على أسئلة الإكمال، الحلقة التانية على أسئلة الاختيارات، ويلا ناخد أول مسألة، وكمان في حلقة تالتة للتنويه على الأسئلة المقالية والهندسية والرسوم البيانية. يلا نبدأ الحلقة الثانية ونكمل بالنقطة 26 استكمالا للحلقة الأولى. التقدير الستيني للقطاع الدائري المظلل، بص كده على الجزء المظلل، أيوة يا مستر، ده دايرة أربع تربع وأنت ظللت ربع، يبقى كام درجة؟ أقول له مادام ربع يبقى 90 درجة يا ولاد، يبقى نختار التسعين. طيب جت إزاي؟ أقول له الدايرة 360 على الأربعة فيها التسعين، وكمان شكلها زاوية قائمة. اللي بعدها دور على المتشابهين، ده شبه ده تعادل. طيب مين صديق دي؟ 12 على 11. طب مين صديق دي؟ مفيش، اللي مالوش صديق يبقى صديقه واحد. طب مين اللي يكسب؟ يا ترى الواحد ولا ال 12 على 11؟ أقول له لا، ال 12 على 11، طالما الكبيرة في الأول يبقى أكبر من، ونختار كلمة أكبر من، الأولاني أكبر من التاني. طب ليه دي أكبر؟ لأن البسط أكبر من المقام. طب لو كانت مقلوبة كنت قلت أقل من. اللي بعده سي على تلت بتساوي تسعة، إزاي نجيب السي؟ مين جدع يقول لي لما الأولاني يكون مش موجود نعمل إيه؟ الأولاني ده يا ولاد في العلا ده الزعيم، لما يكون مش موجود نعمل إيه؟ هو اللي بيتقسم، نضرب الاتنين في بعض، اضرب تسعة في تلت. زي يدي كده لنفسك مثال، اما تيجي تقول مين على الاتنين يساوي تلاتة، كلنا هتقول ستة، ستة على الاتنين يساوي تلاتة، يبقى انا جبت الستة ازاي؟ ضربت الاتنين في التلاتة. يبقى لو علامة على والاولاني فاضي نضرب دول في بعض، تسعة في واحد بتسعة على التلاتة، تبقى الاجابة تلاتة. اللي بعده مسألة عقلية جميلة، بقول لي ولد مين اللي أكبر، سبعي لوحدها ولا سبعة على الأربعة؟ فالولد رد عليا وقال والله يا مستر حامد ما أعرف. ليه يا حبيبي؟ قال لي لازم أحل دي يا مستر، أنت مستعجل عليا ليه؟ أقول له كنت فاكرك أذكى من كده. يقول لي ليه بتقول كده يا مستر؟ مش دي عملية مش لازم أعملها؟ أقول له تمام، عملية بس مش لازم تعملها. يقول لي ليه؟ أقول له خليك ذكي، مش ده معاه سبع؟ آه. سبع سادة؟ آه. تاخد سبع كامل ولا تاخد سبع وتروح تقطعه بالسكينة أربع أجزاء؟ آه، يعني القيمة دي هي القيمة دي، بس ده بيتجزأ، إنما ده بخيره، يبقى ده الأكبر عقليا، الكامل أحسن من المجزأ. فهمت قصدي؟ شفت الجمال؟ جبناه عقليا. إزاي نجمع دي؟ لازم نوحد المقامات، شرطة شرطة يساوي شرطة، الخمسة تقبل على التلاتة؟ لأ، بس ده أولي وده أولي، يبقى نضربهم 15 15 15، التلاتة بقت 15 اتضربت في خمسة، خمسة في اتنين ب10، الخمسة بقت 15 اتضربت في تلاتة، تلاتة في تلاتة ب9، طب اجمع يبقى 19 على 15. طيب ال 19 يا مستر حامد أكبر من ال 15، هي ال 19 فيها كام 15راية؟ واحدة، ويتبقى أربعة، والمقام زي ما هو، تبقى الإجابة فين؟ الإجابة أهي، واحد وأربعة على الخمستاشر. اللي بعده عدد خطوط تماثل الشكل ده، أقول له كم واحد؟ برافو عليك، اتنين، اتنين خط تماثل. فين الأولاني؟ أهو. فين التاني؟ أهو، اتنين خط تماثل. تمام، أربعة وخمسة على بي بتساوي تقريبا أربعة ونص، تقدر تقدر لي البي تبقى بكام؟ اقول له ان شاء الله الاربعة جنيه، هي الاربعة جنيه. طب انا عايز القيمة دي تبقى قريبة من النص. تمام، امتى تبقى نص بالظبط؟ لو المقام اللي تحت قد اللي فوق مرتين. طب دي خمسة، يبقى المفروض اللي تحت يبقى كام؟ اقول له يبقى عشرة. طب لو بقت عشرة يبقى قدها بالظبط، بس عمه بيقول تقريبا يا مستر، يبقى ناخد اقرب عدد للعشرة. مين أقرب عدد للعشرة؟ ال11 يا ولاد، يبقى تقديري ال11. اللي بعدها ضربايا، نعالج الأربعة،
طب علاجها يبقى ايه؟ نخليها على واحد وليل فيه. طب علاج التانية نرفع الكسر، هنا في وهنا زائد 2 في 5 بعشرة وكمان 1 حداشر والمقام 5، كده مفيش وكده مفيش، 4 في 11 ب44 و5 في 1 ب5، البسط أكبر من المقام، نعتبر 44 40، 40 على 5 فيها 8 وقللنا 4 والمقام زي ما هو، تبقى الإجابة أهي. اللي بعدها ده حرف الإيه وبعده ناقص، الأولاني في الاسم هو الزعيم والأولاني في الطرح هو الزعيم، يبقى نعمل إيه؟ نجمع الاتنين مع بعض. طب لما كانت على نضرب دول، لو على اضربهم، مقلوب العلى فيه، مقلوب الناقص زائد، نجمع دي ونجمع دي. طب نقدر نجمعها؟ ايوه نقدر نجمعها. يلا 6 و3 كام؟ 9. الاجابه كام؟ اهو على الجنب، 6 و3 9، ونجمع الكسرين بسهوله. ليه يا مستر بتجمعهم بسهوله؟ لان المقامات متحده، 6 6 نسيب الستة ونجمع فوق يبقى 9. طيب البسط أكبر من المقام، صح، 9 فيها 6 تتضاف على 9 يبقى 10، وقللنا كام؟ وقللنا 3 والمقام زي ما هو، والتلاتة نص الستة، يبقى الإجابة 10 ونص. شكل رباعي عنده زوج بس من الأضلاع المتوازية، مين في دول؟ مادام زوج يبقى ناخد شبه منحرف. أمال المربع زوجان؟ المعين زوجان؟ المستطيل زوجان؟ حجم المجسم ده نعرف كم وحدة مكعبة؟ أقول له نعد لي الوحدات، أدي 3 وتحت 4، يبقى الإجابة 7 وحدة مكعبة. تقدر تقدر ناتج الطرح ده؟ أقول له أوكي، 16 على 17، الولد اللي جاب 16 من 17 ده ولد ممتاز، ده كان فاضل له درجة ويقفل، يبقى نعتبره 1. ناقص اللي جاب 10 من 22، نص ال 22 11، طب دي قريبة يبقى قربت من النص، يبقى نص، 1 ناقص نص يساوي نص، يبقى التقدير بنص. مين الشكل الرباعي اللي عنده زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين في الاختيارات دي؟ مين هم؟ هل المربع؟ لا. هل المستطيل؟ لا، لأنهم زواياهم قائمة، يبقى المعين 2 حادة و2 منفرجة. اللي بعده عايز قيمة مين؟ السي. طيب السي واقفة فين؟ في النص، يبقى نعمل إيه علشان نجيبها؟ نقسم. طب أقسم مين على مين؟ ولد مش عارف، أقول له ادي لنفسك مثال، لو أنا قلت كده 6 على الـ2 بتساوي 3، أدي مسألة اسمها استرشد بيها. مين اللي مش موجود؟ ده اللي مش موجود اللي هو مكان السي. طب نجيب الاتنين دي ازاي؟ من قسمه الـ6 على الـ3. اه فهمتك يا مستر، يبقى نقسم الـ7 على الـ28، يبقى نيجي على الجنب كده ونقول 7 على الـ28، على السبعه فيها 1، على السبعه فيها 4، تبقى الاجابه ربع، يبقى 7 على ربع بتساوي 28، وقيمة السي هتطلع الإجابة ربع. خمس من 15، المستر بيزعق، يبقى 5 في 15 ونخليها على 1، كده مفيش، كده في، على 5 فيها 1، على 5 فيها 3، اضرب تبقى الإجابة 3. اللي بعده حجم المجسم ده نجيبه ازاي؟ أقول له المجسم ده مجسم منتظم زي لعبة المكعبات، نعد بالطول ألاقي 3، طب عد بالعرض 3، طب عد الفوق 3، 3 في 3 في 3، تبقى الإجابة 27. والتمييز سنتيمتر مكعب علشان بالسنتي. العدد الكسري ده قريب لمين؟ أقول له لازم نجيب نص اللي تحت، نص الـ26 13، طب ما الـ15 قريبة يا مستر، يبقى نعتبرها نص مع الاتنين يا مستر، تبقى الإجابة 2 ونص. 6 على تل، ننزل الـ6 والعلى تبقى فيه، ومقلوب التلت 3 و6 في 3 ب18. اللي بعده مسألة جمعية، يجي ولد يقول سهلة مش محتاجة أن أجنس المقامات، أقول له ليه؟ يقول لي نص جنيه وربع جنيه، يبقى 3 أرباع يا مستر،
ربع وربع وربع يبقوا تلات ارباع، يبقى المستر حلها ايه؟ عقليا، متوازي مستطيلات، وادي حجمه وادي كمان ارتفاعه، ازاي نجيب مساحة القاعدة؟ مساحة القاعدة بتساوي الحجم على الارتفاع، 120 على 6، 12 على 6، فال2 وادي الزيرو، تبقى الإجابة 20. آخر شريحة في الاختيارات، الكسر العشري اللي بيعبر عن كرة القدم، فين كرة القدم؟ أهي، كم شخص؟ 50. طب لو عديت كله 100، الله، يبقى القدم 50 من 100، أيوة، عايزها كسر عشري، أيوة، ال50 نص المية، تبقى الإجابة نص، يا مستر بالعشري، تبقى الإجابة 5 من 10. اللي بعده مسألة قسمة قصور، الأولاني ينزل زي ما هو والعلى تبقى فيه، السبعة دي معناها 7 على 1، يبقى المقلوب 1 على 7، كده مفيش وكده مفيش، اضرب فوق 1، اضرب تحت 35، يبقى الإجابة 1 على 35. هنا الأربعة دي قد الأربعة دي، وبيقول لي الكسر ده قريب من النص، طب عشان يبقى نص بالظبط نعمل ايه؟ نجيب نص السبعة يا ولاد، نص السبعة 3 ونص، يوم يجي ولد يبقى يقول ايه؟ الايه ب 3 ونص، اقول له ده لو كانت بتساوي، يا مستر ما هو مكتوب اهو، اقول له تقريبا يا حبيبي، يعني ايه نجيب القريب للتلاتة ونص من الاختيارات؟ مين اقرب عدد للتلاتة ونص؟ التلاتة، يبقى الاجابة 3. تم تقسيم 3 برتقالات على 4 اشخاص، يبقى البرتقال هو اللي بيتقسم، يبقى الإجابة كام يا ولاد؟ التلاتة على الأربعة، وبتكتب من اليسار، يبقى الإجابة أهي. آخر مسألة في الامتحان وفي المراجعة، 3 وسبع في 7 أجزاء، الأولى محتاجة علاج، نرفع الكسر، 3 في 7 ب 21، وكمان 1 22، والمقام زي ما هو، وال7 على 9 أهي. لاحظت حاجة؟ دي شبه دي، على السبعة فيها الواحد، على السبعة فيها الواحد، ال22 ما بتقبلش مع التسعة، يبقى 22 على 9، ولكن إجابتك يا مستر مش في الاختيارات، أقول له لأن البسط أكبر من المقام، يا بركات، ال22 على 9 نعتبرها 18، 18 على 9 فيها الاتنين، ومن بعد ال18 لل22 يبقى قللنا 4، والمقام زي ما هو، ودي الإجابة أهي. كده الحمد لله رب العالمين، عملنا تغطية ل 25 سؤال اختر، وقبل كده 25 سؤال أكمل، 50 نقطة لمين وشاملين كل الأفكار على منهج الترم الثاني، لسه المقالي والهندسي والرسم البياني، يا رب الأسئلة تكون سهلة وبسيطة ومفهومة بإذن الله يا ولاد.